أنا البلاتينيوم كتعامل مع محمد عساف يعني بشكل خاص، ووضع محمد عساف داخل البلاتينيوم هو خاص جدا بخلاف مجموعة من الفنانين. حنا دابا تنشوفوا كاين خلاف ما بين البلاتينيوم والفنانة المغربية دنيا باتما، ما بين البلاتينيوم وكارمن سليمان. أما مدى صحة هاد المسألة؟ يعني خلينا أقول لك إنه بالعكس، أنا بعتقد إنه الشركة يعني فيها فنانين كثار الآن، وفيها فنانين كبار كالفنان كاظم الساهر، كالفنان أحلام، كالفنان ملحم زين، ومجموعة كبيرة من الفنانين. خلينا أقول لك يعني أنا يعني بالنسبة لي يمكن عملي أو شغلي بجوز يمكن أكثر من الآخرين. خلينا أقول لك يعني مش مشكلتي، يمكن الناس بطلبوني أنا يعني، لكن أنا بعتقد إنه في أمور يعني هاي خاصة أنا ما بعرفها أو ما بتدخل فيها بين الفنانين والشركة، لكن بعرف من الأخبار حتى صدقيني إنه في بعض المشاكل مع دنيا أو مع كارمن. يعني أتمنى يا رب إنه يا رب يعني ما يكون هناك مشاكل، بالعكس يعني فيها أصوات رائعة وفنانين رائعين، يا رب أتمنى لهم التوفيق. يعني مش بالعكس إنه مش بشكل خاص، هو كل واحد يشهد له عمله وتواجده في الساحة الفنية من أعماله، يعني مش بالكم بالموضوع أو بالنوعية خلينا أقول، لكن أتمنى لهم يا رب التوفيق، وأتمنى يا رب عن جد إذا كان في هذه المشاكل الحقيقية يا رب إنه تنتهي. بالعكس يعني الفن يعني شيء جميل ورسالة جميلة، ما أعتقدش إنه من اللازم، أنا بعتقد إنه ما يكون في مشاكل، بالعكس. ويعني برضو هم كمان إذا بتحكي عن الدنيا عن كارم لسه في بداياتهم يعني إن شاء الله، وأنا في بداياتي كمان، أنا ما بحكي عن حالي إنه أنا يعني خلاص بروفيشنال، بالعكس، لكن أتمنى لهم يا رب التوفيق، ويا رب إذا كان في مشاكل حقيقية إنه تنتهي. طيب.